قال: ذات مرة ما أعذب أن أصبح لا شيء بل أقل من لا شيء لكي يصير المسيح كل شيء. ترك الغنى والاستقرار ليعيش عيشة السفر والترحال. طرد من الجامعة ليطلق اسمه على أحد مباني نفس الجامعة. ظل يعاني من المرض ولكن جال للبشارة حتى قتله ذات المرض. مات قبل أن يتم عامه 30، لكن تركت حياته تأثيرا عظيما في الملايين. فمن هو؟ ديفيد برينارد. اتولد القس والمبشر المشيخي ديفيد برينارد في إبريل سنة 1718 هادام، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية. التحق ديفيد بجامعة ييل، وفي عام 1742 حصل برينارد على ترخيص للوعظ في مجموعة إنجيلية معروفة بالأضواء الجديدة، والنتيجة لده حصل على اهتمام جوناثان ديكنسون الرائد المشيخي في نيو جيرسي، اللي اقترح عليه أنه يكرس نفسه للعمل التبشيري بين الأمريكيين الأصليين المعروفين بالهنود الحمر. بدعم المجتمع المسيحي في اسكتلندا تمت الموافقة أن برينارد يبدأ العمل التبشيري في 25 نوفمبر سنة 1742. في 1 إبريل سنة 1743 بدأ برينارد العمل كمبشر للأمريكيين الأصليين، وازدهر تبشيره بين هنود ديلاور، وقام بالوعظ بمساعدة المترجم موسى تندا تواتامي. انطلق برينارد في التبشير على طول نهري سيسكويانا وديلاوير، فأقام مدرسة للأطفال الأمريكيين الأصليين وبدأ في ترجمة المزامير. في السنوات دي رفض عدة عروض كتير لترك مجال الإرسالية ليصبح قسيساً للكنيسة، بما فيها عروض من الكنيسة في إيست هامبتون في لونج آيلاند. استمر في خدمته حتى أواخر عام 1746 لما اشتد عليه المرض. في سنواته الأخيرة عانى برينارد من الكآبة اللي أدت أحياناً لشل حركته، وتأثر بالصعوبات اللي واجهها المبشرين الآخرين في الفترة دي، زي الشعور بالوحدة ونقص الطعام الشديد، لكن ده ما منعوش عن خدمة الإنجيل. توفي بسبب مرض السل في 9 أكتوبر سنة 1747 عن عمر يناهز 29 عام فقط، وكانت سيرة حياته ملهمة للكثير من المرسلين اللي جم من بعده. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأحباء في حلقة جديدة من برنامجكم سحابة شهود، حيث ندرس معا سير حياة مجموعة من أبطال وبطلات التاريخ المسيحي خارج صفحات الكتاب المقدس، الذين عاشوا وجالوا في العالم ملحا ونورا، وتركوا لنا الكثير من الدروس والعبر التي ما زالت حتى اليوم تلهمنا وتعلمنا. قد يكون البعض منهم معروفا لديكم، وآخرون قد تسمعون بهم لأول مرة. ليس هدفنا أبدا أن نمجد الأبطال، بل أن نمجد الرب صانع الأبطال. بطل قصتنا اليوم هو المرسل الأمريكي ديفيد برينارد، الذي ولد في 20 إبريل نيسان عام 1718 في هادم في مستعمرة كونيتيكت في أمريكا، حين كانت أمريكا ما زالت تابعة للتاج البريطاني. وأتى من عائلة كبيرة انحدرت من المستوطنين الإنجليز الأوائل الذين هاجروا للعالم المستكشف حديثا. كان والده عضوا في المجلس التشريعي للولاية ومستشارا لحاكم الولاية، وبسبب خدماته للحكومة تم إهداه عدة مئات من الأفدنة من الأرض، بينما انحدرت الأم من عائلة من القصوص. كان ديفيد الطفل السادس من بين 10 أطفال في العائلة. بالإضافة للغنى المادي، تميز والد ديفيد بالتقوى، حيث كان يربي أولاده في طريق الإيمان المسيحي. لكن عندما كان عمر ديفيد 9 سنوات مات الأب فجأة، وبعد 5 سنوات أخرى ماتت الأم،
عاش ديفيد لفترة في رعاية أخته الكبرى وعائلتها. في تلك الفترة عانى ديفيد كثيراً من الحزن والاكتئاب الذي كان يداهمه في فترات مختلفة في حياته. بعد أن أتم 19 من عمره، انتقل ديفيد ليعيش ويعمل في مزرعته الخاصة التي ورثها عن والده. لم يحب ديفيد العمل بالزراعة، وفي هذه المرحلة بدأ يفكر كثيراً في أن يحصل على المزيد من التعليم، كما بدأ أيضاً ينشغل بالأمور الروحية، فقد كان لا يشعر بالسلام في روحه رغم أعماله الصالحة الكثيرة. لذلك هجر ديفيد مزرعته بعد عام واحد ليرجع لبيت أخته استعداداً للذهاب لجامعة ييل، ولكن مر عام كامل وهو في صراع روحي يفتقد الشعور بيقين الخلاص. كتب ديفيد برينر عن كيف تقابل مع المسيح مقابلة شخصية في يوم الأحد 22 من يوليو تموز عام 1739 في عمر 21 عاما. كتب قائلا: كنت أتمشى كعادتي في نفس المكان المنعزل أفكر في ضياعي وعجزي، وبينما أنا أتهيأ لأن أصلي شعرت وكأن نورا سماويا يغمر روحي المظلمة. لم يكن نورا ظاهريا، فلم أرى أي لمعان براق، لكنني شعرت وكأنني أريد أن أسبح الله في عرشه، وملأ قلبي اليقين بأنني مخلص. تغيرت حياة ديفيد برينارد، وبعد شهور قليلة التحق بجامعة ييل ليدرس حتى يكون خادما للمسيح. وفي الجامعة عانى ديفيد من مضايقة باقي الطلبة له لأنه كان أكبر سناً من كل الطلبة الجدد، ومن مضايقة أبناء الطبقات العليا، كما عانى من مشاكل صحية مزمنة، حتى إنه اضطر للرجوع لمنزله في السنة الأولى بسبب مرض الحصبة. كذلك رجع في السنة الثانية لأنه بدأ يبصق دماً من فمه، حيث بدأ يعاني من بدايات مرض السل الذي عانى منه باقي عمره وكان سبباً في نهاية حياته. في رجوعه للجامعة هذه المرة كان وقت ما سمي في التاريخ المسيحي في أمريكا بالنهضة أو الانتعاش الروحي العظيم Great Awakening، كما كانت زيارة الواعظ الإنجليزي الشهير جورج ويتفيلد لجامعة ييل سبب تغيير روحي لعدد كبير من الطلبة، وكان ديفيد واحداً منهم. لكن في نفس الوقت عارضت إدارة الجامعة هذا النشاط الروحي الجديد، بل أصدرت الإدارة مرسوماً بفصل أي طالب يتحدث عن أي أحد من أساتذة الجامعة أو إدارتها بطريقة سلبية. تمت الوشاية على ديفيد برينر بأنه قال عن بعض الأساتذة بأنهم غير روحانيين. تم فصل ديفيد برينر من جامعة ييل رغم كونه من الطلبة المتفوقين، ورغم أنه اعترف بخطئه فقد رفضت الجامعة عدة مرات إعادة تسجيله مرة أخرى. لم يحصل ديفيد برينر على درجته الجامعية رغم تفوقه، وكان العمل بالخدمة في ذلك الوقت يتطلب شهادة جامعية وترخيص، فبدأ في إعادة تقييم حياته وكرس أوقاتاً للصلاة ودراسة الكتاب المقدس، وتنقل محاولاً البدء في خدمة الرب في عدة أماكن، حتى منحته جمعية القصوص في كونتيكت ترخيصاً للخدمة، فبدأ يتحرك للوعظ في أماكن مختلفة، لكن لم تتوفر له كنيسة واحدة ليستقر فيها. وفي عام 1741 أرسل جون سيرجنت المرسل الاسكتلندي في وسط قبائل السكان الأصليين من الهنود الحمر يرجو من جمعية الإرساليات إرسال المزيد من المرسلين للمساعدة في التبشير بالإنجيل. ورغم أنه لم يكن مؤهلا لذلك العمل بسبب صحته المعتلة، حيث كان يعاني من أعراض مرض السل ونوبات من الاكتئاب الحاد، تلقى ديفيد برينارد الدعوة ليكون أحد هؤلاء المرسلين. ترى هل سيقبل ديفيد برينارد تلك الدعوة للذهاب للمجهول رغم ظروفه الصعبة؟ بعد الصلاة قرر ديفيد برينر أن يقبل الدعوة للذهاب ليكون كارزاً بإنجيل المسيح وسط قبائل الهنود الحمر الوثنيين،
ولكن ذهب أولاً للتدريب مع أحد القصوص في ولاية لونغ آيلاند ليكتسب بعض الخبرة بزيارة مناطق الهنود الحمر القريبة. كتب برينارد عن ذلك: عندما زرت هؤلاء الناس شعرت بثقل في روحي وتألم قلبي جدا من أجلهم وشعرت بحب عميق تجاههم، لكني شعرت أيضا بأنني غير مؤهل بالمرة لهذه المهمة العظيمة. انتقل ديفيد برينارد إلى منطقة نيو إنجلاند ليعمل مع المرسل الإسكتلندي وسط قبائل الموهيجن، وفي خلال شهور الربيع كان ينام على سرير من القش، وكان يسافر مسافة ميلين يومياً لكي يعض للهنود الحمر، بينما كان يعاني من نوبات الاكتئاب بسبب الوحدة والتعب الجسدي والمرض. كتب في مذكراته: ليست لي راحة من أي نوع إلا التي يمنحها لي الرب يسوع. أعيش في برية منعزلة، ليس هناك إلا شخص واحد يتكلم الإنجليزية بلكنة اسكتلندية ثقيلة لا أتحدث معه. غذائي عبارة عن ذرة مسلوقة وحساء، أنام فوق كومة من القش ولا أرى أي نجاح في عملي يمنحني بعض الراحة. في نهاية الصيف بنى ديفيد كوخا لنفسه، ثم قرر إنشاء مدرسة لتعليم الهنود الحمر. عين مترجمه الهندي مديرا لها. كان تعليم الهنود حقائق الإنجيل أسهل كثيرا عندما يتعلمون بعض الإنجليزية، ورغم أنهم كانوا يسمعون له لم يكن ديفيد متأكدا أنهم يفهمون ما يقول. بعد أكثر من عام من وجوده في هذه الظروف القاسية وسط قبائل الهنود الحمر بدون أي نجاح، جاءت لديفيد برينارد الدعوة ليترك تلك البرية القاسية ليكون راعيا لكنيسة في لونغ آيلاند، لكن تغلبت محبته للهنود الحمر على هذا العرض المريح وقرر البقاء وسطهم. كتب عن ذلك في مذكراته قائلا: لا أملك حرية التفكير في أي عمل آخر أو ظروف أخرى في هذه الحياة، كل رجائي هو توبة الوثنيين، كل رجائي هو في الله. لا أستطيع أن أعود لأستمتع بصحبة الأهل والأصدقاء أو للاستمتاع بملذات الحياة. لكن بعدها أصدر مجلس الإرساليات تكليفاً بنقله للعمل مع قبائل الديلاوير في بنسلفانيا، لكن عندما ذهب لهناك أحزنته جداً أوضاع قبائل الهنود الحمر، فرغم أنهم كانوا منفتحين لاستقبال رسالة الإنجيل إلا أنهم كانوا متفرقين ومشتتين بسبب جشع الرجال البيض الذين كانوا يستولون على أرضهم، مما أغلق قلوبهم عن سماع أي رجل أبيض. بدأ ديفيد برينارد يتحرك للوعظ وسط كل من المستوطنين الأوروبيين البيض والهنود الحمر. كان يقيم وسط الأوروبيين لا يجد من يتحدث معه، بينما يسافر يومياً عدة أميال للحديث للهنود الحمر. بدأ وكأن هناك القليل من النجاح لعمله في وسط الهنود، فقد بدأ بعضهم يتركون عبادة الأوثان ويهجرون الاحتفالات التي كانت تقدم فيها القرابين للآلهة الوثنية، ولكنهم لم يكونوا بعد يستطيعون أن يؤمنوا بالمسيح. كان ديفيد يعود لبيته ويسكب قلبه في الصلاة للرب صارخاً: يا رب، أنت وحدك الذي تستطيع أن تفتح أذان هؤلاء المساكين عبرة الأوثان وتجذب قلوبهم إليك، غيرهم يا رب نعمتك المخلصة. واستمر ديفيد برينر يسافر على حصانه ويرافقه مترجمه الهندي، يبشر قبائل الهنود في القرى المتناثرة على ضفاف النهر. كان يسافر تحت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، ولم يكن يحصل على كفايته من الراحة وينام على الأرض، فدهمته دائما نوبات السعال التي كانت تداهمه في سنوات الجامعة الأولى والتي كانت تؤدي به لأن يبصق دما. كتب ديفيد برينر في مذكراته: ليست عندي أي رغبة في قلبي أكثر من توبة هؤلاء الوثنيين وأن يأتي ملكوت الرب على قلبي وقلوبهم. ترك ديفيد قبائل الديلاوير لينطلق إلى منطقة نيو جيرسي برغبة أقوى لأن يربح قبائل الهنود الحمر هناك للمسيح. وبعد عدة أسابيع في وسطهم رأى تحركا عظيما لروح الله في المنطقة،
فبدأ يعظهم بكلمات الآية التي تقول: هذه هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. وجد الدموع تنساب من عيون سامعيه، بل أخذ الرجال والنساء يبكون على الأعمال الشريرة التي فعلوها، وهم يسألون ديفيد برينر قائلين: ماذا نفعل؟ قاد ديفيد في ذلك اليوم العشرات من الهنود الحمر لطريق الخلاص بيسوع المسيح، وكان الكثيرون يأتون من مسافات بعيدة ليسمعوا رسالة الإنجيل، وسرعان ما آمن كل هنود المنطقة تقريبا بالمسيح. يصف ديفيد في مذكراته ما فعله الرب وسط الهنود في تلك المنطقة قائلا: لقد كان مثل رياح عاتية عظيمة هبت علينا. كان الكثيرون منهم على استعداد لحضور أوقات العبادة حتى ولو لمدة 24 ساعة بفرح إذا استطاعوا. لم أرى أبدا أي جماعة من المسيحيين يسود بينهم حضور الله والمحبة الأخوية مثلما رأيت بين هؤلاء، رغم أنهم من شهور قليلة كانوا يعبدون الأوثان ويرتعدون من الأرواح الشريرة. كانت هذه فقط ذراع الرب وليست ذراع إنسان. أقام ديفيد برينر وقتا طويلا بين الهنود الحمر في تلك المنطقة يعمد الناس ويعلمهم أكثر عن حقائق الإنجيل. وفي أقل من عام كانت هناك كنيسة من 130 شخص من الهنود الحمر، وكان ديفيد قد عمل على تجميع القبائل المتفرقة في أماكن قريبة من بعضها، كما بدأ في ترجمة كتاب المزامير للهجة هذه القبائل، وساعدهم على إقامة مدرسة ومستشفى وورشة للنجارة. وكان كلما يعود إلى بيته يصلي أن يسكب الرب نعمته على قلوب قبائل هنود ديلاوير القاسية كما فعل مع قبائل نيوجيرسي. وكان يتذكر بالتحديد ذلك الكاهن الوثني والساحر الشرير هناك، الذي كان الناس يخافون منه ومن سحره ويخضعون لأوامره، وكان يقضي على أي رغبة عندهم للإيمان برسالة الإنجيل. قاد الرب ديفيد أن يترك قبائل نيوجيرسي ويعود إلى بنسلفانيا رغم قسوة قلوب الناس في تلك المنطقة، ورغم وجود هذا الكاهن والساحر الشرير الذي كان يقاوم رسالة الإنجيل بشدة. فهل سينجح الرب عمله هناك كما فعل في نيوجيرسي؟ عاد ديفيد إلى بنسلفانيا وبدأ بحماس شديد بعد أن رأى يد الرب تعمل بين الهنود في نيوجيرسي يعظ بالإنجيل لقبائل الديلاوير. وبمرور الأيام وبينما كان يعظ حتى في وجود الساحر الكاهن الشرير، لاحظ أن هذا الساحر نفسه يستمع إلى عظاته. ولم يمض وقت طويل حتى أتى الساحر إلى ديفيد باكيا يطلب منه أن يحكي له أكثر عن هذا الشخص المحب المسمى يسوع الذي كان ديفيد يحكي دائما عنه. تغير قلب هذا الرجل القاسي القاتل والسكير، وتحول من شخص عنيف شرس إلى شخص هادئ متواضع، بل أصبح صديقا لديفيد يسافر معه ويبشر باقي الهنود الحمر بالمسيح الذي غير حياته. كتب ديفيد برينر في مذكراته قائلا: مجدا لله على هذا التغيير العجيب الذي حدث لهذا الرجل، فما قيل في بولس الرسول قد تحقق فيه أيضا، فهو يبشر الآن بالإيمان الذي حاول قبلا أن يدمره. وخلال عام ونصف انتشرت النهضة الروحية بين قبائل أخرى، وكان ديفيد برينر يمضي 20 ساعة أسبوعيا على ظهر حصانه ويقطع مئات الأميال ليعظ ويعلم ويعمد الهنود. لكن بعد سنوات من العمل وسط الهنود والسفر لمئات الأميال على ظهر حصانه في وسط كل الظروف الجوية ومع اشتداد نوبات السعال الشديد، بدأت صحة ديفيد برينر في الانهيار. كانت مذكراته تمتلئ بالشكوى من شعوره بالضعف وكيف من الصعب جدا عليه أن يواصل خدمته وجسده ينهار من المرض.
وعندما لم يعد قادراً على مواصلة خدمة الهنود الحمر ودعهم وسافر إلى نيو إنجلاند حيث اعتنى به بعض أصدقائه قبل أن يعود في زيارة أخيرة عام 1747 لقبائل الهنود الحمر، ثم رجع إلى نيو إنجلاند وهو في حالة مرض شديد ليكون تحت رعاية الواعظ الشهير وقتها جوناثان إدواردز الذي اعتنى به في الشهور الأخيرة في حياته. وفي خلال تلك الشهور كانت تمرضه جيروشا ابنة جوناثان إدواردز ذات 17 عاما التي أحبها ديفيد وكان ينوي أن يتزوجها، حتى أتى اليوم المجيد أو The Glorious Day كما كان برينارد يسميه في مذكراته، حين فارق ديفيد الحياة نتيجة لمرض السل في 9 من أكتوبر تشرين الأول عام 1947 عن عمر 29 عاما. وبسبب عنايتها به عن قرب ماتت جيروشا إدواردز بعد ديفيد بأربع شهور متأثرة بالسل أيضا ودفنت بجواره. ورغم حزنه على وفاة ابنته قرر جوناثان إدواردز أن ينقح وينشر مذكرات ديفيد برينارد التي حكى فيها كثيرا عن خدمته ومعاناته ومعاملات الرب معه، والتي أصبحت وقتها من أكثر الكتب انتشارا في أمريكا وأوروبا، وألهمت مذكراته الكثيرين من المرسلين الذين تناولنا قصص حياتهم في برنامج سحابة شهود مثل ويليام كاري وديفيد ليفينغستون وجيم إليوت وغيرهم، ليخدم الله مثلما خدمه ديفيد برينارد. وبرغم طرده من جامعة ييل وهو طالب، فقد أطلقت نفس الجامعة اسم ديفيد برينارد على أحد مبانيها، وتعتبر هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي يطلق فيها اسم طالب مفصول على أحد مباني الجامعات. مشاهدين الأحباء، انتهت حياة المرسل القس ديفيد برينارد القصيرة في مدتها والعظيمة في تأثيرها، لكن لنا لكم ومعكم كلمة أخيرة قصيرة. صلى ديفيد برينر بعدما تقابل مع المسيح وتغيرت حياته لله صارخا: هأنذا ارسلني، ارسلني إلى أقاصي الأرض، ارسلني إلى البراري القاسية والموحشة، ارسلني حتى الموت ذاته، ما دام ذلك في خدمتك ولتقدم ملكوتك. وقال بعد أن أرسله الرب للبراري وسط قبائل الهنود الحمر الوثنية: لا يهمني إلى أين أذهب وكيف أعيش أو ما أتحمله حتى أنقذ الأرواح من الجحيم، عندما أنام أحلم بهم وعندما أستيقظ يكونون هم أول من يأتي لفكري. مشاهدين الأحباء، عاش ديفيد برينر فقط 29 عاما، منها فقط 8 أعوام مدة حياته المتغيرة بعد أن تقابل مع المسيح مقابلة شخصية، ومنها أيضا فقط 4 أعوام في الخدمة والبشارة، لكن حياته القصيرة تركت تأثيرا عظيما على الكثير من شعب الرب. كانت حياته شهادة على أن الله يمكن أن يستخدم شخصاً مريضاً ضعيفاً جسدياً ونفسياً ما دام متكلاً بالكامل على نعمة الرب ومسلماً حياته بالكامل له، ليحقق به الرب أموراً عظيمة لمجده. نعم أحبائي، فالرب لا يبحث عن أشخاص خارقين بل عن أشخاص مكرسين طائعين. هو لا يبحث عن المؤهلين بل هو يؤهل المدعوين. هو يعلن قوته في ضعفنا ويظهر قدرته في عجزنا. هو بالتأكيد لا يحتاج لخدمتنا لكنه يشرفنا باستخدامه لنا. يقول الرسول بولس رسول المسيح: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة، أليس كثيرون حكماء حسب الجسد؟ ليس كثيرون أقوياء؟ ليس كثيرون شرفاء؟ بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه.
كذلك تعلمنا حياة ديفيد برينر أن هؤلاء المعلمين الكذبة يضللوننا، وهم يعلموننا عن جهل أو عن خبث أن المؤمن الحقيقي لا يصح أن يمرض، فليست هذه مشيئة الرب له أبداً. أحباء الرب المخلصين، ليست هذه كلمة الرب. نعم، إن إلهنا هو إله المعجزات والشفاء، وهو أيضاً خالق الطب والدواء، لكنه يستطيع أن يتمجد في مرضنا ما دامت هذه مشيئته لنا، كما يمكن أن يتمجد في شفائنا إن شاءت حكمته وقدرته ذلك. فقد عانى بولس رسول المسيح الأمين، وهو الذي استخدمه الرب في معجزات مبهرة، من شوكة قاسية في جسده، وعانى تيموثاوس الخادم الأمين من أسقام كثيرة في معدته، وكاد أبوفروديتس المتجدد والمتجند لخدمة المسيح أن يموت في مرضه. كذلك عانى معظم أبطال وبطلات الإيمان الذين تناولنا وسوف نتناول قصص حياتهم في برنامجنا سحابة شهود من مشقات الحياة وأمراض الجسد، لكن أمراضهم وضعفهم لم تمنع هذا الإله القدير من إظهار مجده في ضيقاتهم وأمراضهم، وإعلان قوته ونعمته في ضعفاتهم. لذلك يواصل الرسول بولس حديثه لأهل كورنثوس ولنا قائلا: فقال لي تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. نعم مشاهدي الكريم، إن كنت مريضا فاطلب وجه الرب، فهو قادر أن يشفيك، ولكن لو سمح لك الرب بأن تبقى في المرض، فهو يستطيع أن يستخدمك في ضعفك ومرضك، فنعمته في الضعف تكمل. في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم، نترككم في سلام المسيح من يعين الضعفاء.